والله يا جماعه، والله عاد طعم للشوط الثاني كابتن عصام الشوالي وعدت الانذارات، عدت الانذارات هي اللي عملت طعم للمباراه الشوط الثاني. الشوط الثاني بعد قرارات مجيد بوجره اللي اخطا في نهايه المباراه علشان يساعد كارلوس كوريش اللي اخطا في بدايه المباراه، فالمباراه الحمد لله رب العالمين بتنتهي بالتعادل في كل شيء ما عدا الانذارات، علشان كل المدربين كل واحد فيهم الماتش يعدي بالنسبه له بكل خيره وبكل شره. ايه بقى كل خيره وكل شره؟ يعني كارلوس كوريش عمل ايه؟ بص، هي فكره ان كارلوس كوريش لسه معتقد ان محمد شريف ينفع يلعب طرف، دي فكره غريبه. وفكره ان هو بيلعب مروان حمدي من غير ما احنا ما نعرف هو فعلا عايز ايه من مروان حمدي، يعني عايز كوره عرضيه ولا عايز كوره على الارض ولا عايز ينيل ايه بالظبط، ولا ايه الجون اللي ممكن يجيبه مروان حمدي؟ فاحنا مش قادرين نفهم مروان ليه بيلعب اساسي، في حين ان احمد سيد زيزو وعمر كمان كانوا عاملين ماتش كويس جدا قدام السودان، وبتقرر انك تحطهم على الدكه، بتلعب حسين فيصل اساسي، حسين فيصل اللي برضه عمل ماتش كويس قدام السودان فانت استمريت بيه، اللي هو بسم الله ما شاء الله حاجات كتير قوي خلف خلاف منتخب مصر. بس الحمد لله، يعني مفترض ان احنا كنا نلعب ثلاثه في نص الملعب، ايمن وحمدي والسوليه. ايمن اتصاب في اول دقايق، بتغير ايمن وبتنزل مكانه مصطفى فتحي. طب خلاص هنعدلها بقى ونلعب 4 2 3 1 زي خلي الله طبيعيه. لا، ما مش عارفين ليه، ما لان الجيم ضايع مننا، الجيم قاعدين نبص على الناحيه الشمال بتاع المنتخب الجزائري اللي فيها الياس شتي واللي فيها كمان لعيب زي يوسف البلايلي وبيميل عليهم ياسين ابراهيم من تحت، ففي مشاكل كتير ناحيه الشمال بتاع منتخب الجزائر اللي هي اليمين بتاعتنا ناحيه اكرم توفيق. مفيش حد بيدافع مع اكرم توفيق كتير، لان المفترض ان احمد ان ايمن اشرف كان هيدافع ناحيه الشمال، فحمدي والسوليه هيميلوا على اكرم توفيق يدافعوا في الناحيه دي، بس المشكله ان محدش كان بيميل عليه، فكان في زياده دايما ناحيه الشمال، لحد ما كلنا اتفاجئنا بالهدف اللي سجله المنتخب الجزائري، الهدف القلش عالميه من يوسف البلاني بتروح لمحمد توغاي بيحطها مره واحده تخبط في رجل احمد الفتوح وتوصل لمرمى محمد الشناوي وتتهادى علشان المنتخب الجزائري يسجل الهدف الاول. انا بصراحه قعدت اقول بس احنا هنشيل سكور، الجزائر جابت جون بدري بدري يبقى هنشيل سكور، ربنا يستر وتعدى على خير. لحد ما لقيت المنتخب مصر واحده واحده بدا يخش في الجيم، منتخب مصر كان مضغوط جدا قبل الهدف، منتخب مصر تغييرات بسبب اصابات، حجاز اتصاب بينزل مكان احمد ياسين، بنبقى مقلقين، الاقي منتخب الجزائر رجع لورا، منتخب مصر معاه الكوره، منتخب مصر بدا يحاول، منتخب مصر بدا نكتشف ان عنده مشكله في الاطراف، سواء هنا حسين فيصل او سواء هنا مصطفى فتحي، وفيرود كان لا كان ما كانش حسين، لا كان اسف محمد شريف، محمد شريف وحسين فيصل ومروان ما حدش كان فاهم هو بيلعب ايه حرفيا، فكله كان ضايع وكله كان في الجلاش حرفيا. لحد ما قعدنا كلنا نستنى الشوط الثاني، يمكن الشوط الثاني ربنا يكرم وترزق وتتحل من عنده، علشان كلنا نتفاجئ الشوط الثاني ان مجيد بوجره بيقرر يغير بغداد بنجاح وينزل مكانه هلال سوداني، وهلال سوداني يلعب سترايكر. هلال سوداني سترايكر ياسين ابراهيمي صانع العاب بيمين ناحيه الشمال، ولعيب زي يوسف البلالي بيلعب ناحيه الشمال، والناحيه الثانيه بيلعب طيب مزيان اللي هو سجل الهدف الثاني في مباراه لبنان. طيب في اي مشكله؟ اه طبعا في مشكله، لان طيب المزياني كان عمل شوط اول ما كانش جيد. طيب المزياني ما كانش كويس الشوط الاول، الشوط الاول ياسين ابراهيمي ويوسف البلالي كانوا شايلين المباراه على كتافهم في الشوط الاول بالنسبه للمنتخب الجزائري. بغداد بنجاح كان بيعمل ضغط على اثنين مساكين بتاع منتخب مصر، معنى انك تطلع بغداد بنجاح فمعناها انك هتلعب جيم دفاع تعتمد فيه على الجبهات المرتده وسرعات هلال السوداني وسرعات يوسف البلالي واختراقات ياسين ابراهيمي، بس ياسين ابراهيمي 31 سنه، صعب يكمل 90 دقيقه بنفس المجهود ونفس الريتم العالي. فانت كان عندك مشكله كمجيد بوجره، فبوجره خد قرارات غريبه جدا الشوط الثاني قاعد يتحاسب عليها طول الشوط الثاني، طول الشوط الثاني اللي منتخب مصر برغم ان مجيد بوجره عمال يعمل حاجات في الملعب غريبه، منتخب مصر ما كانش قادر ان هو يسجل، منتخب مصر كان مش عارف يوصل للمرمى ازاي، لحد ما كلنا اتفاجئنا ان عمرو السوليه واقع، ايه ده؟ في تدخل في منطقه، ايه ده؟ ده ضربه جزاء، ايه ده؟ السوليه دخل سجل، لا 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 لا، الله اكبر يا معلم، ده احنا رجعنا تاني في الجيم. وكمان رجعنا في الانذار، عملنا ريمونتادا في الانذارات علشان نقعد كلنا نبص بقى، ده الموضوع ده دلوقتي انذارات، فكلنا دخلنا في حوار الانذارات، وبصراحه الشوالي عملها لنا بحته سسبنس كده، يعني جول 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 جول، انذار على السوري، انذار على اكرم، انذار على البلايلي، انذار على هلال سوداني، انذار على كذا، فكلنا قعدنا نبص في الاخر، لا الاخر نص ساعه كده اللي هيحسم الجيم ده الانذارات، مين اللي عارف يلبس تاني انذارات؟ مصطفى فتحي هياخد الكوره ويحاول يلبس الطرف اللي بيلعب ضده انذار، سواء الياس شتي او سواء لعيب زي حسين بن عايده، حد يلبس في الناس دي انذارات، او حد يلبس فتوح او اكرم هيطرد، او الدنيا بالنسبه لنا عامله ازاي علشان منتخب مصر في اللحظات الاخيره نعمل ريمونتادا عالميه في الانذارات، ويقدر احمد الفتوح ياخد يخلي يلبس انذار لهلال سوداني. هلال السوداني كان نازل مكان بغداد بنجاح اللي هو التغيير اللي احنا قاعدين نتكلم فيه، علشان كمان نلاقي ان ياسين التطراوي اللي نازل في الدقيقه 90 بيدخل دخله غريبه جدا على مهند لاشين، مهند لاشين اللي كان نازل علشان يقفل الحته الشمال، بس كلنا اتفاجئنا اللي هو يا باشا انا منزله يقفل الحته الشمال، لا ما انا نزلت لك الكوره مش هاجم بقى اللي هو
الله على اخلاقك ابو جره. ليس صلاح فخر العرب وليس محرز فخر، فانت فخر العرب يا مجيد والله باللي انت عملته ده. تدخلتنا في الجيم واعطيت لنا فرصه ان احنا نمسك الكره، اعطيت لنا فرصه ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه، وفي الاخر كمان رجعت هلال سوداني هاف ودخلت يوسف البلالي فيرو دلوقتي. عاش جدا على كل اللي انت عملته معانا، والله عاش يا معلم على كل اللي انت عملته معانا. عشان لما الواحد كان بيتكلم ان احنا نستغل الاخطاء اللي يقع فيها مجيد بوجره علشان مجيد بوجره بيتعلم، كان في ناس بتزعل وبتقول لك لا 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 روح اشوفوا كارلوس كروش مع منتخب كولومبيا. كنا بنقول لك ماتش مصر والجزائر ليه حسابات تانية، الماتش بتاعنا بيبقى مختلف، الماتش بتاعنا بيتلعب على تفاصيل صغيره، هتلعب على انذارات. اه حضرتك عايز حاجه تاني؟ خدناها بالانذارات يا باشا اول مجموعه، يعني خدنا اول مجموعه بالانذارات مش تسجيل ولا فوز، احنا عملنا ريمونتادا انذارات. سعادتك عدت على خير والله، الحمد لله عدت على خير، الحمد لله والله. إن عجبك هذا الفيديو اعمل لايك، وإن ما عجبكش فأنت أكيد لسه قاعد بتعد الإنذارات.